هذا السؤال يقولون لا يسألون الفلوس إذا زادت أو صعد الدولار باقي ما أدري، يقولون لا يسألون على هذا السؤال. شنو الغاية دكتور منه؟ دكتور فلاح. آه عفو. وياك. عبالي اللي سألت الأساتذة لما. لا هو بتعلق بالنفط، لكن مصعد سعر النفط سألنا على الأموال اللي زادت وين راحت؟ قالوا لا يسألون السؤال ليش؟ ما يصير؟ لا العفو، هي الأموال أولاً الأموال اللي تيجي عن إيرادات النفط تذهب إلى DFI حسابنا في أمريكا، وبعدين وزارة المالية تسحب الفلوس وتعطيها للبنك المركزي، وبعدين يتحول إلى دينار تستخدم الوزارة. أولاً وزارة المالية هي صندوق ترجري، صندوق العراق، فتحول شهرياً كل الأموال اللي تتطلبها أو بموجب الموازنة. ولذلك في تقدير اللي صار خلال 2021 أنه أسعار النفط ارتفعت عن ما مقدر له بالموازنة، يعني المقدر بالموازنة أعتقد كان 42 43 43 بالضبط. هسه احنا اليوم صار 93، اللي لا خلينا نحكي على 2021. في 21 اعتقد وصل بين 68 الى 72. المهم مو شرط دقه الرقم، ولكن الفائض بين ذني اكو فائض يروح اولا عن طريق ال 250 الف اللي هي محسوبه كإيرادات، 250 ألف اللي تروح يصدرها إقليم كردستان هذه ما يستلمها المركز، فهذه تقلص من الإيرادات ضروري تنحسب. وطبعا تحسبها 250 في 74 في 365 يوم تعبر المليار، يعني مبالغ هائلة. طيب. هذا واحد. اثنين، بما أنه إحنا في تطبيق اتفاقية أوبك، فأعتقد يعني الثلاث ملايين الأخرى ربما ما وصلنا لها في 2021، ولذلك أيضا هم الشكل العجز.